السلام عليكم ورحمة الله. تمام الخامسة، نشرة الأخبار المفصلة. مرحبا بكم. بداية إلى أبرز العناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يعرب عن تمنياته بالسلامة والأمان لوهران وأهلها من كل شر وبأس إثر الهزة الأرضية التي سجلت أمس. نواب المجلس الشعبي الوطني يصادقون بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالاستثمار، ووزير الصناعة يؤكد أهمية النص الجديد في رفع العراقيل عن الاستثمار الوطني والأجنبي. انطلاق أشغال الدورة 73 للجنة الاتصال الرابطة للطريق العابر للصحراء، واتفاق على ترقية الطريق الحالي إلى رواق اقتصادي تجاري واجتماعي. تجسيداً لالتزام الدولة التام بضمان الرعاية الصحية للمصابين بالأمراض النادرة، ملتقى دولي بالعاصمة لبحث وضع آليات لضمان التكفل الأمثل بالمرضى. الجزء الثالث من اعترافات الإرهابي الموقوف بن حليمة محمد عزوز أحد المشاركين في المخططات الدنيئة للخونة والمتآمرين على الجزائر سهرة اليوم على قنوات التلفزيون الجزائري. دوليا وبالمغرب، إدانة دولية واسعة للجريمة المخزنية النكراء في حق المهاجرين، والاتحاد الإفريقي الاتحاد الأوروبي يستنكران بشدة ويدعوان للرد بقوة على الجريمة. أهلا إلى التفاصيل. بداية، سجلت مساء أمس على الساعة 8:17 هزة أرضية بلغت قوتها 5.1 على سلم ريختر بولاية وهران حسب ما أعلنه مركز البحث في علم الفيزياء والفيزياء الفلكية والجوفيزياء. وقد حدد مركز الهزة على بعد 12 كيلومترا شمال جديل. وعلى إثر هذه الهزة كتب رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على حسابه الرسمي على تويتر: السلامة والأمان بحول الله لوهران وأهلها من كل شر وبأس بعد هذه الهزة الأرضية. شكرا لكم على تشريفكم للجزائر وعلى كل ما قدمتموه لضيوفها. برلمانيا، ترأس اليوم رئيس مجلس الأمة صالح جوجيل جلسة عامة عرض خلالها وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة مشروع القانون المتعلق بعلاقة العمل أمام أعضاء المجلس بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار. شرفة أكد أن نص القانون يأتي في إطار تجسيد التزام رئيس الجمهورية بتمكين العمال والموظفين من الولوج إلى عالم المقاولاتية من خلال إدراج حق جديد يتمثل في أخذ عطلة بغرض إنشاء مؤسسة، وذلك ترسيخا لروح المقاولاتية لديهم وتحفيزهم على إحداث مؤسساتهم الخاصة. برلمانيا دائما، صادق اليوم نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالاستثمار، وذلك في جلسة ترأسها رئيس المجلس إبراهيم بوغالي بحضور وزير الصناعة أحمد زغدار ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار. وزير الصناعة أبرز خلال الجلسة التدابير التي تضمنها مشروع القانون الرامية إلى إزالة العوائق أمام الاستثمار الوطني والأجنبي وتطوير النشاطات ذات الأولوية والقيمة المضافة العالية بما يضمن تثمين الموارد الطبيعية والموارد الأولية المحلية وإعطاء الأفضلية لتحويل التكنولوجي وتطوير الابتكار واقتصاد المعرفة، وكذا استحداث مناصب الشغل الدائمة وترقية الكفاءات والموارد البشرية. تمت المصادقة على قانون الاستثمار على مستوى المجلس الشعبي الوطني، وننتظر كذلك سوف يمر على مستوى مجلس الأمة، وبعد نشره إن شاء الله سوف تكون هناك تلك الحركية التي نتمناها لاقتصادنا الوطني. وكما تعلمين هذا القانون جاء بمبادئ أولا حرية الاستثمار، كذلك المؤسسات التي سوف تكون لها فيما يخص المتابعة فيما يخص الوكالة
الجزائرية للاستثمار لإعطاء صبغة مقرؤية أو بالنسبة للجزائر، ونفس الشيء بالنسبة للمجلس الوطني للاستثمار التي تم تحديد صلاحياته في إعداد الاستراتيجية، وكذا التحفيزات التي تختلف من التحفيزات القطاعية أو المناطق أو المهيكلة. ضمن سلسلة الروبورتاجات التي تسلط الضوء على تفاصيل المخططات العدائية ضد الجزائر، تتابعون سهرة اليوم على قنوات التلفزيون الجزائري الجزء الثالث من اعترافات الإرهابية الموقوف بن حليمة محمد عزوز، أحد من شاركوا في المخططات الدنيئة للخونة والمتآمرين على الجزائر والأساليب التي ينتهجونها. دي كانيو تاني هو يستخدم مثلا كما قضية محمد عبد الله جمع بها حوالي 60,000 الأولى 60,000 الزوجة، والأولى جمع بها 30,000 90,000 أورو راهي متواجدة عنده هو أسير الشوت. هنا أمير ولا يسحب في أمواله مع إسماعيل زيطوط، تفاهموا على رأس أمير باش يديروا كاميرا في بيت بوقزوحة، لأنه الدراهم 100,000 أورو مخبيها عند بوقزوحة. هذه الأموال اللي راهي مخبيها عند بوقزوحة هي الأموال تاع الابتزاز تاع زوخ. من بين الفيديو هذوك اللي قال لي ديرهم، قال لي دير باللي فيديو كون زعما أونكا نخرج ولا شغل نحكي لكم على زيطوط ولا كاش ما نجبد الخبايا تاع زيطوط ولا عرفوا بلي عذبوني ولا ضربوني ولا قالوا لي قول ولا هذا الفيديو هو اللي قاعد يركز عليه اسماعيل زيطوط بزاف. كي لحقوا فرح قال لي ايوا هذا هو اللي كنت نحوس عليه، قال لي هذه الفيديوهات انا نخبيهم عندي، قال لي اونكا كاش ما يصرا ولا يهبطوك، قال لي خرج انا هذه الفيديوهات على اساس كيما نقولوا ضربوك وعذبوك وقالوا لي قول. هما على بالهم بلي انا نعرف عليهم صوالح بزاف، وعلى بالي قاضب عليهم دي بروف تاع خيانه، قاضب عليهم دي بروف تاع خيانه دي بروف تاع. أشرف اليوم وزير الأشغال العمومية كمال ناصري على الافتتاح الرسمي لأشغال الدورة 73 للجنة الاتصال الرابطة للطريق العابر للصحراء على مستوى الوزراء. الأشغال عرفت حضور وزراء الدول المشاركة في الطريق العابر للصحراء، وكذا وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق ووزير النقل عبد الله منجي. وتم الاتفاق على ترقية الطريق الحالي إلى طريق ذات بعد اقتصادي تجاري واجتماعي يربط دول تونس ومالي والنيجر ونيجيريا وتشاد، وكذا المؤسسات المالية الوطنية والدولية. مشروع ترقية اللجنة الحالية إلى ميكانيزم لتسيير الاقتصادي لهذا الطريق، وقد جاء هذا الاقتراح كنتيجة لعدة دراسات تم القيام بها من قبل لجنة الربط للطريق العابر للصحراء، لا سيما تلك التي تم إنجازها سنة 2021 بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية، وهو مشكور على ذلك. أكد وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد اليوم على وضع آلية فعالة تضمن حصول المصابين بالأمراض النادرة على الرعاية الصحية الجيدة، وذلك خلال إشرافه على مؤتمر دولي حول الأمراض النادرة. محمد أبي إسماعيل في المتابعة. الحث على التشخيص المبكر لمثل هذه الأمراض النادرة من شأنه توفير رعاية مبكرة للمرضى وإنشاء سجل وطني يحصي هذه الفئة. أؤكد لكم أن التكفل بالمريض أو بالمرضى الذين يعانون من الأمراض النادرة هو أحد اهتمامات السيد رئيس الجمهورية، حيث صدرت تعليمات واضحة للحكومة من أجل تجسيد هذه الإرادة. نجتمع اليوم في هذا المكان لهدف واحد، ألا هو التكفل الأمثل بهذه الفئة من أمراض أو مرضى من الأمراض النادرة. المشاركون في هذا الملتقى أكدوا على ضرورة السعي للحصول على أفضل الحلول الممكنة للوصول للتشخيص الصحيح بتنصيب لجنة مشتركة تعمل على تحسين مستوى التكفل بهم وضرورة إشراكهم في المجتمع. نحن بصدد استحداث لجان الخبراء المتخصصه في هذه الامراض باش نعملوا بور ميتر ان بلاس دي بروتوكول لي بروتوكول العلاجيه كونسنسويل باش تكون التكفل الامثل بهذه الفئه من المرضى. رايحين نبحثوا السبل اللي تخلينا نتكفل بهذه الامراض،
لازم العبد يعرف بلي هذه الامراض عندها يعني ان كو يعني مصاريف كبيره. احنا اليوم رايحين ان شاء الله نخرجوا بنتيجه تاع تشخيص مصالح مرجعيه. مثل هذه الملتقيات فرصة لتأكيد حرص الدولة الكامل للتكافل المجاني بمصابي الأمراض النادرة والارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية على أعلى المستويات. صحيا دائما وفي سياق تقليص فاتورة الواردات بالعملة الصعبة لأدوية مرضي السرطان والسكرية التي بلغت مليار دولار، وضعت وزارة الصناعة الصيدلانية مخططا لدعم مشاريع إنتاجها محليا، وهو ما تحقق فعلا على أرض الواقع حول وحدتين إنتاجيتين حيز الخدمة بعين مليلة وولاية أم البواقي. رضا تبرمسين يتابع الموضوع في هذا الروبورتاج. تستعد الجزائر لدخول فصل جديد. تخفيض واردات الأدوية المستوردة والخاصة بمرضى السرطان والسكري بعدما بلغت عتبة المليار دولار، وهذا بدخول وحدتين إنتاجيتين حيز الخدمة بعين مليلة. العام الأول حنبداو أكثر من 12 مولكيول، العام الثاني حتكون 30 أدوية حتى نوصلوا 2025 ل 40 أدوية. يعني أقدر إن شاء الله نأدي كل احتياجات السوق الوطنية إن شاء الله. في الوحدة تاعنا اللي راها اكتسبت التكنولوجيا العصرية، أقول التحكم في التكنولوجي العصري تاعنا في صناعة هذه المادة في عين مليلة، أصبحنا نغطي ننتج أكثر من 480 منتوج. تكنولوجيا عالية وبمهارات جزائرية كهذه الوحدة المختصة في تصنيع الأدوية الأونكولوجية. هذه الوحدة يعني شيء اللي يميزها أنها وحدة تنتج يعني إنتاج كلي، إنتاج جزائري 100%، وعملية تصنيع عملية كلية يعني فول بروسيس. وكذلك هذه الوحدة تتميز أنها تحتوي على تكنولوجيا اليوفيليزي، تحويل المادة السائلة إلى المادة الصلبة، وهذه تكنولوجيا يحوز عليها قليل من البلدان في العالم من بينها الجزائر. هو سباق لبلوغ السيادة الصحية كمخطط عبر 60 نصا تنظيميا من لدن وزارة الصناعة الصيدلانية. وقبل 5 جويلية إن شاء الله نكون عندنا 5 مشاريع في الأونكولوجيا اللي إن شاء الله ندشنوهم، ويكون مشروع في الأنسولين 100% جزائريين بكفاءة جزائرية يعني قيمة مضافة عالية. هي قفزة نوعية، والبلد على عتبة الاحتفال بستينية الاستقلال في إنجاز يعكس انطلاق الجزائر في سباق القوى الاقتصادية. نظمت الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا أمس بجامعة أحمد بوغرة ببومرداس منتدى دوليا حول التكنولوجيا المتناهية الصغر بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان والوزير المنتدب المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين المهدي وليد ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالتربية والتعليم العالي نور الدين غوالي وأساتذة مختصين في تكنولوجيا النانو، حيث تطرقوا إلى أهمية التكنولوجيا في جميع المجالات الحيوية وأهمية الشراكة والتعاون بين مختلف القطاعات الحكومية وبين النسيج البحثي وكذا مع المتعاملين الاقتصاديين. أنا رانا فوج عمر راه يقوم بتحضير مدرسة وطنية عليا في النانو تكنولوجي لسبتمبر 2023، لأن مازال عندنا سنة وعليها في عوجنا، وقلنا باللي العلاقة اللي تكون بيننا وبين الأكاديمية هي استعمال الخبرات، ونكون اليوم كنا حاضرين في الندوة على النانو تكنولوجي، وكنت تكلمت مع أساتذة اللي كانوا حاضرين وخبراء باش نجموا يساهموا في هذا الفوج العمل باش نحضروا في أحسن تحضير لهذه المدرسة الوطنية العليا في النانو تكنولوجي اللي تجي دعم الحرس التكنولوجي اللي موجود بسيدي عبد الله.
انطلقت بالعاصمة اليوم دورة تدريبية حول المصلحة الفضلى للطفل لفائدة رؤساء فرق حماية الأحداث التابعة لقيادة الدرك الوطني ورؤساء فرق حماية الفئات الهشة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني. الافتتاح كان بحضور مريم شرفي المفوضة الوطنية لحماية الطفولة لدى الوزير الأول وثريا حسن ممثلة مكتب اليونيسف بالنيابة بالجزائر. دستر مبدأ المصلحة العليا للطفل في المادة 71 ولاحين شوفوها إن شاء الله هي وما ورد في كل قوانين الجزائرية لا سيما قانون حماية الطفل اللي كما تعرفوا كان قفزة نوعية في مجال حماية الطفولة لأنه هذا القانون شمل كل الحقوق اللي لازم يتمتع بها الطفل الجزائري والطفل الموجود على أرض الوطن. هدف هذه الدورة التكوينية التي تدوم 4 أيام هو السماح بالعودة إلى المفاهيم الأساسية والآليات والإجراءات القانونية لحماية الطفولة بالجزائر. مرورا بالدستور الجديد وقانون حماية الطفولة لعام 2015 وأيضا الملاحظات العامة للاتفاقية الدولية للطفل. إلى أخبار حجاجنا الميامين، ومع اقتراب الحج يقصد الحجاج الجزائريون مكة المكرمة مباشرة من الجزائر عبر مطار جدة. وقصد تكفل الأمثال بالحجاج الجزائريين بمطار جدة يعمل مركز جدة لبعثة الحج على توفير كل التسهيلات وتقديم كل الخدمات الضرورية لتسهيل سفر الحاج إلى مكة مباشرة دون تأخير مع توفير رعاية صحية بأرضية المطار إذا استدعت الضرورة ذلك. السعيد حمزة نذير يتابع لنا الموضوع. شكرا، بارك الله فيك، بارك الله فيك. بعبارات الثناء والشكر يستقبلك الحجاج الجزائريون المغادرون مطار جدة متوجهين لمكة المكرمة، ثناء سببه التسهيلات المقدمة لهم منذ مغادرتهم أرض الوطن. حسن الاستقبال إن شاء الله وبسرعة في التنفيذ، الحمد لله بسرعة ما تقبلناش، الحمد لله الحمد لله، الله يتقبل منا إن شاء الله. إجراءات مليحة وسهلة إن شاء الله، ونطمع المزيد إن شاء الله. إن شاء الله استقبال طيب واستقبال ما شاء الله، اللهم تحيي البلاد وتحيي الجزائر إن شاء الله. قاموا بنا قيام مليح، قاموا بنا مليح، الله يحفظهم، الله يسترهم ويستر بلادنا الجزائر، تحيي الجزائر. ويسهر على خدمة ضيوف الرحمن بمطار جدة بعثات ميدانية وأخرى طبية للتكفل بالحجاج صحيا والترحيب بهم. أهمية المركز هذا أهمية كبيرة، إنه الأول ليقابل الحجاج، احنا رانا هنا باش نتكفلوا به. الحمد لله الحجاج تاعنا لحقوا وبصحة جيدة. احنا هنا متواجدين بمطار جدة لأجل خدمة الحجاج. أول شيء نهار نستقبلوا الحاج بقاعة الاستقبال، ثم تفويج الحاج، ثم كان عندنا قاعة للاستقبال وفرز طبعا الحجاج. برمجة لاستقبال 35 رحلة في مرحلة القدوم تتوجه كلها إلى مدينة مكة المكرمة. لحد الآن استقبلنا 6 رحلات وننتظر وصول باقي الرحلات التي تتجه إلى مكة. هم ضيوف الرحمن بالبقاع المقدسة، والجزائر ترعى سفراءها المؤدين لنسك الحج، وتبقى راية الجزائر شامخة. إلى موعد الأخبار الدولية في تقديمها نور دحماني. نور مرحبا، تفضلي. أهلا بك سهام، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى النشرة الدولية، نعود ونلتقي بكم بعد الفاصل. أهلا
أهلا بكم ثانية. بداية وبإسبانيا، خرج مئات المتظاهرين منددين بالمجزرة وضحايا الهمجية التي ارتكبتها قوة المخزن في حق المهاجرين الأفارقة الذين اغتالوا بدم بارد في جيب مليلية على الحدود الإسبانية، مرددين هتافات مناوئة للأعمال غير الإنسانية والجرائم المرتكبة في حق المهاجرين العزل واللا إنسانية عامة. أكثر تفاصيل مع صالحة قسي. مظاهرة حاشدة شهدتها العاصمة الإسبانية مدريد في صرخة رجل واحد منددة بقوة المجزرة الرهيبة والمذبحة المروعة التي كشفت عن همجية ووحشية النظام المخزني الذي أجهز دون رحمة أو شفقة على المهاجرين الأفارقة العزل بمدينة ميليلية في خرق صارخ للقوانين والأعراف الدولية وانتهاك سافر لحقوق الإنسان. نطالب النظام الإسباني تحمل المسؤولية وفتح تحقيق حول ما حدث على حدودنا الجنوبية. شعارات مستنكرة للعنف والجريمة النكرة في حق المهاجرين الأفارقة رفعها المتظاهرون عبر شوارع المدن الإسبانية مطالبين بإجراء تحقيق فوري حول ما حدث في هذه المجزرة. ما حدث هو مجزرة كبيرة وهجوم عنيف على المهاجرين الأفارقة العزل. المتظاهرون نددوا بالسياسة القمعية للنظام المخزني ونهجه في صناعة الواقع المري للمغاربة ليتمادى هذه المرة في همجيته ويطال المهاجرين الأفارقة على الحدود المغربية الإسبانية في مشهد غير مسبوق سيبقى وصمة عار في تاريخ نظام المخزن بالمغرب. هذا وتتوالى ردود الأفعال المدينة للهجوم الدموي لقوات المخزن واستخدامها القوة المفرطة ضد المهاجرين العزل، واستنكرت العديد من الهيئات والمنظمات والأطراف السياسية والحقوقية الدولية فظاعة المشاهد التي تم تداولها في فيديوهات صادمة على صفحات وحسابات مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. وأعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي عن صدمته من المعاملة العنيفة والمهينة للمهاجرين الأفارقة من قبل قوات الأمن المغربية الجمعة الماضية خلال محاولتهم العبور نحو جيب مليلية مطالبا بإجراء تحقيق فوري. ومن جهته أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء الهجوم الدموي من قبل قوة الأمن المغربية على المهاجرين الذين حاولوا العبور إلى مدينة مليلية يوم الجمعة الماضي، داعيا إلى ضرورة الرد بقسوة على هذا النوع من العنف الذي استخدم على حدود دولية. واعتبر أن الأحداث المأساوية التي شهدتها حدود مليلية مقلقة للغاية بسبب الخسائر في الأرواح البشرية. وبالمغرب، الاحتجاجات والإضرابات والمطالب الاجتماعية شبه اليومية ضد الغلاء المعيشي وتدهور الأوضاع عمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية مرغما نظام المخزن على الاستدانة في الوقت الذي تجاوز فيه مستوى مديونية المغرب 90 مليار دولار، تقول سارة درجة. نظام المخزن يغرق المملكة في الديون والشعب المغربي يدفع وحده ثمن السياسات العرجاء للنظام الفاسد وسط توقعات تناول فيها بالأرقام الإفلاس الذي يعيشه الاقتصاد المغربي ومعاناة الشعب الذي خرج في احتجاجات عارمة للمطالبة بالحق في العيش الكريم. الفقر يهدد البلاد، الزبونية والمحسوبية تهدد البلاد، أن كتأخذوا الفلوس على ظهر الشعب يهددوا البلاد، تهديد بندرة المياه يهددوا البلاد، فين غادي نبهد البلاد فين؟ ولأن حكومة المخزن ليس لديها حلول بديلة تقترحها لتلبية مطالب الشعب إلا عبر الاستدانة من المؤسسات المالية الدولية، لجأت مجددا إلى صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قروض مالية أخرى، الأمر الذي أكده ممثل صندوق النقد الدولي في المغرب، والذي أكد أيضا أن المغرب استفاد من قبل من قروض تقدر بـ3 مليار دولار، إلا أنه لا زال
مطالب بتسديد 2 مليار دولار، والمغرب مطالب قبل ذلك بالاستجابة لعدد من الشروط من أجل الحصول على هذه المساعدات المالية، مشيرا إلى أن احتياطات المغرب من الصرف لا تغطي حاليا إلى 6 أشهر من الواردات. تفشي الفساد يضع الاقتصاد المغربي في مأزق حقيقي ويهدد بانفجار شعبي، خاصة وأن نسبة كبيرة جدا من الشعب المغربي موجودين تحت خط الفقر، إضافة إلى سياسة الاستدانة التي ستزيد من رهن البلاد لدى المؤسسات المالية الدولية، ما يكرس التبعية وفقدان السيادة الوطنية المفقودة أصلا بالتطبيع مع الصهاينة. بالأراضي الفلسطينية المحتلة أصيب العشرات من الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوة الاحتلال بالضفة الغربية، كما أقدمت قوة الكيان الصهيوني على هدم قرية العراقيب مرة أخرى. تقول سميرة طاهر. تصعيد صهيوني بالأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة بالضفة الغربية التي تشهد اقتحامات متتالية، ففي مدن رام الله وبيت لحم وجنين وقلقيلية وسلوان ونابلس لا شيء غير المداهمات والتفتيش، لتندلع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، تخللها إطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز من قبل الكيان المحتل، والوضع أسفر عن إصابات واعتقالات وسط الفلسطينيين العزل. وفي منطقة النقب هدمت جرافات الاحتلال قرية العراقيب كلية، تكريسا لمخططات الاقتلاع والتهجير، واقتحم المستوطنون اليهود مرة أخرى الأقصى المبارك في محاولة احتلالية للسيطرة على هذا المكان المقدس الذي يخص الشعب الفلسطيني والمسلمين في العالم أجمع. انتهاكات وجرائم بني صهيون بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم لا تنتهي، وهي في مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي ويجرم مرتكبيها، فمتى يكون العقاب؟ في ليبيا بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي مع اللجنة المكلفة بالحوار السياسي بالعاصمة طرابلس تدابير استكمال تنفيذ خارطة الطريق للوصول لانتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب الأجل، فيما يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة إحاطة مفتوحة تعقبها مشاورات مغلقة بشأن الوضع في ليبيا، يتوقع أن يتم خلالها طرح موضوع تعيين مبعوث أممي جديد، خاصة مع قرب حلول موعد ترك المستشار الأممي ستيفاني ويليامز منصبها نهاية الشهر الجاري. في أوكرانيا تتواصل المعارك شرق البلاد وحول العاصمة كييف، حيث تتعرض لقصف بالصواريخ الروسية، وفي غضون ذلك مجموعة السبع تبحث فرص المزيد أو فرض المزيد من العقوبات على روسيا. المزيد مع نصيرة بدر. بعد معارك شرسة القوات الروسية تسيطر بالكامل على مدينة سيفيرودونيتسك الاستراتيجية وتتقدم في مناطق مختلفة شرق أوكرانيا، ووسط استمرار المعارك العنيفة تعرضت العاصمة كييف للمرة الأولى منذ أسابيع لقصف الصواريخ الروسية مستهدفة مباني سكنية، وهزت 4 انفجارات في أول هجوم من نوعه على العاصمة كييف. وكثفت موسكو ضرباتها الجوية على أوكرانيا مطلع هذا الأسبوع، الذي شهد أيضا سقوط مدينة شرقية استراتيجية على يد قوات موالية لروسيا. وخلال قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى بألمانيا التي تمحورت حول مسألة انضمام كييف للاتحاد الأوروبي وزيادة الضغط على موسكو وإظهار الدعم والمساندة لأوكرانيا، حيث جاء التأكيد على ضرورة الرد على الضربات الصاروخية الأحدث بفرض مزيد من العقوبات على روسيا وتقديم المزيد من الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا. من جهته حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قادة دول المجموعة السبع على بذل أقصى الجهود لإنهاء الحرب في بلاده قبل نهاية العام، داعيا إلى تشديد العقوبات على موسكو.
وفي ظل هذه التطورات يجتمع غدا زعماء حلف شمال الأطلسي في العاصمة الإسبانية مدريد في قمة تدوم لثلاثة أيام، والتي يأمل فيها زعماء الحلف التوصل إلى اتفاق لتقديم مساعدات عسكرية لكييف وتعزيز الإمكانيات الدفاعية في مناطق دول البلطيق وحث تركيا على السماح بانضمام فنلندا والسويد إلى الحلف. وبتطورات الوضع في أوكرانيا نصل مشاهدينا إلى ختام النشرة الدولية، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء. نهاية النشرة الدولية، في أمان الله العودة إلى سهام. تفضلي سهام. شكرا لك يا نور دحماني على هذه الأخبار الدولية. نكمل نشرتنا وفي أخبار الحدث المتوسطي الذي تحتضنه الجزائر وفي ثاني أيام منافسات ألعاب البحر الأبيض المتوسطي بوهران. أضاف المصارع الجزائري حسين دايخي ميدالية فضية جديدة بعد خسارته أمام الكرواتي أنديلو كيفيتش في وزن أكثر من 84 كيلوغرام. وفي الملاكمة تأهلت الجزائرية إيمان خليف في وزن 63 كيلوغرام بعد فوزها على المصرية رحمة محمد بتوقيف من الحكم في الجولة الثانية. كما تأهل الملاكم الجزائري شعيب بلودينات إلى نصف النهائي في وزن أكثر من 93 كيلوغرام بعد تغلبه على التركي أوغير إيديمير، وبالتالي ضمان ميدالية جديدة للجزائر. ولتفاصيل أوفى تلتحق بنا مباشرة من عروس المتوسط وهران الزميلة سهيلة معوش. سهيلة مرحبا، هل من نتائج جديدة بخصوص منافسات اليوم؟ تفضلي. أهلا سهام، شكرا لك، أهلا بكل المشاهدين. فيما يخص النتائج، لقد ذكرت كل النتائج الأولية لليوم الثاني من المنافسة، ومتواجدون الآن كما تشاهدون بقصر المعارض إن تجرى منافسات المصارعة والتي ستعرف ثلاث نهائيات جزائرية، ويتعلق الأمر بإسحاق جيو وعبد الكريم وكالي وأيضا بشير سيد عزارة في اختصاص الإغريقو رومانية. إذن للحديث على حول هذا الاختصاص قبل أن نخوض في نتائج أولية الاختصاصات الأخرى، يحضر معي هنا رئيس الاتحادية الجزائرية للمصارعة السيد حمزة دغدود ليحدثنا عن تفاصيل هذا الاختصاص. مرحبا بك سيدي الكريم وشكرا على تلبية الدعوة. في البداية حدثنا عن منافسات والمشاركة الجزائرية في هذا الحدث وما تقييمك لهم. نعم، مساء الخير ومساء الخير كل المشاهدين الكرام. يعني بعد المنافسة اللي قمت، يعني نحن في اليوم الثاني من المنافسة يعني في رياضة المصارعة. البارح كانت يعني نتيجة جد إيجابية، يعني ثلاث نهائيات على الميدالية الذهبية وكذلك كان فيه نهائي على الميدالية البرونزية. أنا نظن بهذه النتيجة الأولية يعني لأول مرة في تاريخ المصارعة الجزائرية نضمن فيها ثلاث ميداليات فضية، ولما لا احنا نطمح باش يكون الذهب ونسمعوا العالم الجزائري إن شاء الله. نعم إن شاء الله، وهذا ما نطمح له أيضا. شكرا لك على هذه المداخلة وبالتوفيق لمصارعينا ولكل المشاركة الجزائرية. أذكر فقط أن الميدالية، أن الجزائر ضمنت ميدالية فضية عن طريق حسين دايخي في الكاراتي، وكذلك إيمان خليف في الملاكمة تأهلت إلى دور نصف النهائي، وهو الشأن بالنسبة لشعيب بلودينات لتضمن الجزائر ميداليتين برونزيتين على الأقل في الفني النبيل. فضلا عن كل هذا، يوجد أيضا البادمينتون الذي سيخوض النهائي بعد لحظات من الآن، ويتعلق الأمن بالأمر أقول بالزوج ذكور كسيلم عمري وصبري مدال. إذن هذه هي النتائج الأولية
للمشاركة الجزائرية في اليوم الثاني، ولتفاصيل أخرى نوفيكم بها في مواعيدنا اللاحقة. والآن عودة إليك سهام. شكرا لك جزيلا سهيلة معوش، كنت معنا مباشرة من وهران. وأخبار الجولة اليوم الثاني من ألعاب البحر الأبيض المتوسط في وهران، ونتمنى الحصد المزيد من الميداليات في الأيام المقبلة بحول الله. في خبر آخر، وفي إطار التحضيرات للطبعة الثالثة لجائزة رئيس الجمهورية للأدب والثقافة الأمازيغية، قام الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية سلهشمي عصاد بزيارة عمل إلى ولاية غردايا، حين التقى السلطات المحلية والفاعلين المجتمع المدني من أجل وضع الترتيبات الأولية والخطوط العريضة لمراسم حفل تسليم الجوائز الذي ستحتضنه غردايا بالموازاة مع الاحتفالات الرسمية بعيد رأس السنة الأمازيغية. التحضير الجاد يبدا يعني من لحظه وجودنا في ولايه غردايا بلقاء تشاوري مع السيد ولي ولايه غردايا والسلطات المحليه، وكذلك هذا اللقاء التواصلي مع كل اطياف المجتمع المحلي هنا في ولايه غردايا والجمعيه الثقافيه. التحضير معناه ان هناك التزام وهناك تجنيد وتوفير الظروف الموضعية لنجاح الدورة الثالثة لجائزة رئيس الجمهورية، اللي هو مكسب عظيم، مكسب تحقق بفضل قرار السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإضفاء وتأسيس جائزة امتياز مخصصة لترقية اللغة والأدب الأمازيغي. وبالعودة إلى الباهية وهران، أين نختم نشرتنا؟ وتزامنا واحتضانها لألعاب البحر الأبيض المتوسطي، انطلقت أمس فعاليات مهرجان الأغنية الوهرانية الأصيلة في طبعته 13 بالمسرح الجهوي عبد القادر علولة، حيث أحيت ثلة من فناني وهران وصلات غنائية مثلت الفن الوهراني الأصيل. نوال اسماعيل فركي. أجواء جميلة تلك التي صنعها عشاق الفن الأصيل قبالة المسرح الجهوي عبد القادر علولة، الذي شهد افتتاح الطبعة 13 لمهرجان الأغنية الوهرانية الأصيلة وصولات غنائية صدحت بها حناجر أعرق فناني وهران الذين تفننوا في التغني بالحب والوطن الأم. قدمت غنيتين، واحدة للمرحوم أحمد وهبي وأغنية زعمك للمرحوم محمد بزرقا، يعني اللي أنا بغيك نبغيك يا بلادي ما نسمع فيك. مهرجان الأغنية الوهرانية المحلية الأصيلة والتي تواكب العرس الكبير للبحر الأبيض المتوسط، فهذه الافتتاح اليوم راح نغني. عندي أغنيتين، أغنية الأولى وهرانية وهرانية عرس البلدان، وأغنية الثانية للموسيقار المرحوم أحمد وهبي يا عشاق الزين ساعدوا. مناسبة سانحة للمحافظة على الموروث الثقافي الفني الوهراني بشكل خاص والجزائري بشكل عام، هو أيضا فرصة للقاء أعمدة الأغنية الوهرانية مع الجيل الشباب. هذه الطبعة بطبيعة الحال هي تتزامن مع تنظيم الألعاب البحر الأبيض المتوسط. لوحة فنية مزج فيها المنظمون بين الغناء وعروض الأزياء والرقصات أبهرت الحضور. فيها المغني كما ولي بالشنات، فيها لي شونتير، وهذه ترويج للألعاب المتوسط. والبارح حضرنا الافتتاح، ما شاء الله روعة. رانا فرحانين يعني، وجينا يعني حضرنا الافتتاح تاع المهرجان. وهران راهي زاهية يعني في كل الشوارع، في كل يعني حتى خارج الولاية. هي وهران تبدع في ضمان الفرجة والإمتاع، وتؤكد أنها عروس البحر الأبيض المتوسط بلا منازع. أيضا بهذا الخبر من الذي يبرز ثراء والفن والزخم الكبير للباهية وهران، نختم نشرتنا وبقي التذكير بالعناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يعرب عن تمنياته بالسلامة والأمان لوهران وأهلها من كل شر وبأس إثر الهزة الأرضية التي سجلت أمس. نواب المجلس الشعبي الوطني يصادقون بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالاستثمار
ووزير الصناعة يؤكد أهمية النص الجديد في رفع العراقيل عن الاستثمار الوطني والأجنبي. في نشرتنا تابعنا انطلاق أشغال الدورة 73 للجنة الاتصال الرابطة للطريق العابر للصحراء، واتفاق على ترقية الطريق الحالي إلى رواق اقتصادي تجاري واجتماعي. تجسيداً لالتزام الدولة التام بضمان الرعاية الصحية للمصابين بالأمراض النادرة، والتقى دولي بالعاصمة لبحث وضع آلية لضمان التكفل الأمثل بالمرضى. الجزء الثالث من اعترافات الإرهابي الموقوف بن حليمة محمد عزوز أحد المشاركين في المخططات الدنيئة للخونة والمتآمرين على الجزائر سهرة اليوم على قنوات التلفزيون الجزائري. دولياً وبالمغرب، إدانة دولية واسعة للجريمة المخزنية النكراء في حق المهاجرين، والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي يستنكران بشدة ويدعوان للرد بقوة على الجريمة. شكراً على المتابعة، دمتم بخير، السلام عليكم.